يعني إذا هيك نوع من للأسف. البشر هن بدو يستلموا الحكم كارثة. خلينا هلأ نروح لاتصال مع نقيب المصورين عزيز طاهر. أستاذ عزيز صباح الخير، أهلين، صباح النور، أهلا يعطيك حبيبتي، العافية. أهلا ما وسهلا. يتعرض له الزملاء المصورين من كل الوسائل الإعلامية، بعرف أنه استنكرتوا اللي صار امبارح، إنما هل سيتبع باتخاذ إجراءات قانونية؟ للأسف يعني هي ظاهرة عم تتكرر، مش أول مرة هاي بتصير، نعم ومش مقصود حدا محدد، لأنه امبارح كمان صور لنا زميل مصور ما بنعرف اسمه جاد غريب بعينه برصاصة مطاطية، وتصاب اثنين ثلاثة بالغاز إضافة لمجموعة ثانية بالحجارة. ممكن يكون هذه عرضية منها مقصود، بس بتفرق كأن اليوم هناك نتيجة الاشتباكات صار اليوم ونتيجة صاير الساحة اليوم اللي عم بس بتصير، غير الاعتداء ما واحد المباشر بالضرب، يعني عفوا نحن عم نحكي يقصد مسافة يعني. شوي مسافة شوي. لأنه قلت عرضية، لا يعني بس حسيت لا في عم شي بقول غلط. أحيانا عم بحكي بالغاز والأحجار، بس صاير اليوم للأسف الجمهور عم بيعاقب الإكيب الإعلامي على انتماء المؤسسات، نعم وهذه مش أول مرة يعني بتصير. صار كذا كذا زميل لنا في كذا مؤسسة عم يتعرضوا لهذا الضرب المباشر صحيح، نتيجة وجودهم أو عملهم بهذه المؤسسة أو تلك، ما بدي أسمي لأنه هي متنوعة. وهذا الجمهور طبعا بالآخر أول شيء حتى نحيد هذا الحراك الحقيقي بيسيء له هذا الشيء اللي صار، لأنه بالآخر نحن عم ننقل الحقيقة لكل الناس، نحن مش طرف، نحن على حياد بالنقل الموضوع إذا كل اللي عم بيصير من أحداث. إذا مش عاجبك رأيي أو مؤسستي فيك تطفي التلفزيون، فيك تعمل اللي بدك إياه، بس ما فيك تيجي تعتدي علي. بالجزء الثاني بالنسبة للاعتداء، نحن كنقابة، نحن نقابة معنوية، يعني نحن صاحب العلاقة هو يرفع الدعوة هذا بالقانون، ونحن بنوقف حده كنقابة من ناحية المستشار القانوني والمحامي والتفاصيل الثانية اللاحقة. نتمنى هذا الشيء ما يتكرر، وبنتمنى على اول شيء بنتمنى في الشفاء للزميل مارون، لكل الزملاء اللي عم بيغطوا على الارض، نحترنا 100 يوم او اكثر يعني بحاله ارهاق كامل أكيد وخوف كامل. ضغط. نحن هذا الشهر، نحن شهر شباط، نحن 22 شباط عندنا يوم الشهيد المصور، لان في زميلين استشهدوا بالمهنه بهذا الشهر نعم تحديدا. يعني قديش مخاطر وجودنا على الأرض، مخاطر نقلنا للحقيقة، مخاطر نقلنا للصورة، عم نتعرض دائما لا يمكن لا 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 لاعتداء. أحيانا ما بتعرف منين عم بيجي صار عليك الاعتداء، يعني حتى نعم بيقيموا المك بيقيموا بيقيموا العنوان أو بيقيموا اسم المحطة، بيروحوا على منطقة ما أو على سقف ما، لأنه صار في فعلا خوف حقيقي. صحيح، احنا اللي بحب اكد عليه انه المصور الصحفي والاعلامي اللي سمح حدا عصى من احد، ما لازم حدا يعتدي عليه، بالعكس لازم يحموه، لازم يسهلوا له مهمته، لانه هو فعلا مثل ما انت ذكرتوا عم بيأدي رساله انسانيه هي نقل الحقيقه. من هون بنشد كل العالم يحموا المصورين والاعلاميين ويسهلون مهمتهم، لانهم بالاخر موجودين على الارض لنقل الحقيقه كما هي. شكرا لك عزيز طاهر، نقيب المصورين الصحفيين في لبنان.